أسأل نفسي أين الحقيقة؟ هل قتلت مليكة نفسها حقاً؟ أم أنتم الذين قتلتموها لترفعوا كما قال أجدادكم دنس الغولة من الأرض؟ أين الحقيقة؟ وما جدوى أن أعرفها الآن؟ وقد ضاعت مليكة، ضاعت بكذب الرجال ورعب النساء وغرور ذلك المأمور الذي يأكله الحقد. ضاعت، فما أهمية أي شيء؟ لا أريد أن أذكر هذه الطفلة كجثة، أريد أن تبقى لي حية كما عرفتها، أجمل نبتة أخرجتها هذه الأرض. أفهمك يا ابنتي، أفهم إنك كنت لا تطيقين السجن وأنت الطليقة، أنت وحدك الطائر الحر وسطنا نحن الجثث القعيدة. ألم أقل إن مليكة هي النعمة الوحيدة في هذه الواحة؟ أو ربما هي غلطتها الوحيدة؟ كان قلبي لا يطاوعني أن أحطم تماثيلك الصغيرة الجميلة، وكنت لا أستطيع الاحتفاظ بها عندي حتى لا يراها الكبار أو الصغار، فيقولون إني أيضا ألعب مع الشياطين. أبقيها لحظة أتأملها وتدهشني دقة صنعها، وأحفر الأرض متحسرا، أدفن هذه التماثيل وأسوي فوقها التراب والطين بدلا من أن أحطمها أمام عينيك. سامحيني يا ابنتي، لم أستطع أن أخرج الواحة من ظلماتها شابا ولا شيخا، حاولت وعجزت، لم يهديني ربي إلى السبيل. سأهجرك الآن أيتها الواحة، لا لكي أجد نفسي مرة أخرى، وإنما لكي أودعها. والجنازة بعد صلاة الفجر إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهل الواحة الكرام، توفت مليكة للبيت قتلوها، بيقولوا إنها موتت نفسها. استدعى حد من أهلها. تحت أمرك أنا. مين اللي قتل مليكة يا حمزة؟ محدش هو ابن حتة. امال ماتت ازاي؟ ماتت موت ربنا. كده هو صدفة بعد ما البلد كلها اتقلبت عليها؟ ردت ربنا. طب انتحرت؟ ماتت موتة ربنا. انت مش عايز تقول لي عشان عايز تاخد طارق بايدك؟ جانا مجدي حاجة تخصنا احنا وبس. مفيش أي غريب عمره اتدخل ما بيننا لا في حياة ولا في موت. يعني بتعترف انها اتقتلت؟ أنا أختي ماتت. وكرام الميت دفن. تسمح لي أروح أدفنها؟ روح وأغلق في ساعته وتاريخه. Thank you.
فيك. قتلوه؟ لا، موتت ربنا. لا، انت مصدق؟ كاترين، انت مصدق؟ انا مش فايقلك. لا، اوف، كلمني. انت بتعمل كده عشان تريح ضميرك؟ كلمني هنا. انا ماليش علاقه بموتها. لو ماتت يبقى بسبب عاداتهم وتقاليدهم، ولو في سبب تاني يبقى انت. أنا؟ ايوه، انت اللي طلقتيها واستقبلتيها هنا في البيت. اهل الواحه شايفين انك انت اللعنه اللي حلت عليهم. انت بالنسبه لهم الغوله. غوله؟ انا بقيت غوله. انا بقيت غوله محمود. من ساعة ما بستني في البيت وبقيت غولة. لا تفارقني صورتها ولا يفارقني حزني. أحاول أن أفهم ما حدث وأحاكم نفسي. هل هي التي أغوتني؟ أنا التي أغويتها؟ لا تفارقني صورتها ولا يفارقني حزني. أحاول أن أفهم ما حدث وأحاكم نفسي. هل هي التي أغوتني؟ أنا التي أغويتها؟ وهل هناك أغواء بالفعل أو خوف؟ هي في أسوأ الأحوال لحظة ضعف، لحظة ارتباك بسبب الوحدة القاتلة في هذه الواحة. نعم، هذه اللحظة لم تكن إلا وهما، ولست المسؤولة عما حدث، ولست مذنبة لموت مليكة. مليكة ترقد بيني وبين كاترين كل ليلة لتبعدني عنها وتبعدها عني. انتهت كاترين في داخلي بعد موت مليكة. انتهى هنا نهار علاقتنا إلى غروب في هذه المحطة الأخيرة إلى الأفق الغربي. Thank you.
تمام سعادتك. الشيخ عبد الله والشيخ عبد المجيد حضروا زي ما جنابك امرت. دخلهم الاوضه الشرقيه. حصل سعادتك، مستنيين الاوامر. أدينا جينا زي ما طلبت يا جناب المأمور. ممكن يا جناب المأمور نعرف احنا مطلوبين هنا ليه؟ انتم مش مقبوض عليكم، هتفضلوا هنا معززين مكرمين لحد ما نحصل الضرايب. بس كده ما ينفعش يا جناب المأمور. مش هينفع. مش معقول نبات هنا يعني. مش عاملين حسابنا. لو محتاجين حاجة ابعت لأهلهم يجيبوها لهم. حاضر سعادتك. إبراهيم دخل لهم حاجة يناموا عليها وأكل وشرب. عاملهم كويس، دول مش متهمين، لكن الخروج من الاوضه ممنوع. فكر خير سعادتك. هي حصلت الشيخ عبد المجيد بات في الاسم. الله كريم. اديته اسمك؟ اتفضل. قال لك الدين صح؟ يلا على جوه يا جماعه، ولا جوه. ساعدوا يا حسين، فين النشاط يا فندم؟ حاضر يا فندم. يلا يا حسين. حاضر. اجري. كده الكلام. لكن من الأول يا واحد. يلا. خش يسجل اسمه والحاجة اللي معاه. ثلاث شويلة معاك. خمس دول معاك. عليكم السلام. اتفضل. كده أكتر من النص دفعين. الحمد لله. ولسه. أسرع شوية، أسرع شوية. أبشر بقى عن العمل بعد إذن زكنتك. يلا نزلهم جوه. جناب المأمور أمر بانصرافكم يا مشايخ. شرفت الواحة سعادتك. اتفضل جنابك. سعادة المأمور في انتظار سعادتك. اتفضل اتفضل. هنا جنابك. اتفضل. يزباشي وصف همة نازي تحت أمر جناب المأمور يا فندم. أهلا يا حضرة اليزباشي، الحمد لله على السلامة. معاك خطاب تعيينك؟
اهلا وسهلا. 6 شهور بنستنى الامدادات وفي الاخر 6 عساكر يا ابراهيم. معلش احسن من ما فيش. الحمد لله خير اللي عندنا مجاهده. شاويش ابراهيم دراعي اليمين واحلى حاجه هتقابلها في الواحه هنا. شوف حضره اليوزباش يشرب ايه. يعني لو كوبايه ميه اكون ممنون. لا وقهوتك تشربها ازاي؟ ما بشربهاش لا قهوه ولا شاي. كوز ميه عشان حضره اليوزباش. تحت امر جنابك. اصل احنا في الاسم ما عندناش كوبايه ميه. سنك صغير على يوزباشي، واضح انهم بيحبوك في النظارة، بس اكيد ده راجع لتفوقك واجتهادك. النهارده هتستريح وبكره هفهمك طبيعة الشغل. لازم بقى قبل ده كله نلاقي لك مكان تبات فيه. بعد اذن جنابك، انا قبل ما اجي عرفت كتير عن طبيعة المكان والسكان والتقاليد، وافتكر ان الناس هنا مش هترحب بغريب ينزل وسطهم، فانا افضل ان انا ابات في الاسم، وهو عامه مش هيختلف كتير عن المدرسه الحربيه. المدرسه الحربيه ده انت متفائل قوي. المدرسه الحربيه جنه بالنسبه لهنا. العفو يا فندم، انا نسيت ابلغ حضرتك بمعلومه. اخت حرامكم وصلت معايا في القافله، مس فيونا، وهي في طريقها للبيت دلوقتي. اتفضل المية. ما يسعدك. يعني مش تؤمر بحاجة تانية؟ مساء الخير فيونا. وصلت؟ ايوه عرفت. عايزك في كلمتين قبل ما تيجي. تحضري شنطكم على طول، هترجعوا مع القافله اللي جابتها. لكن محمود. لكنش، انا مش حامل مسؤوليات زياده، كفايه عليا حمل العساكر اللي كل واحد فيهم عايز يرجع لعياله. طيب في قوافل كتير قوي جايه، ممكن ناخد اي واحده فيهم، بس انا ما اقدرش اقولها كده اول ما توصل، ده معناني بقول لها امشي. لو مش خايفة على نفسك خايفة على أختك؟ الناس خايفة من ساعة ما أنت ضربت مدفع. لو محرجة هقولها أنا. مساء الخير محمود. أنت محمود؟ أنا مس فيونا، أختي كاثرين. كاثرين حدثتني عنك كتير، أشكرك لأنك استقبلتني هنا. أهلا وسهلا. البيت بيتك. شكرا. تعالي فيونا، تعالي اقعدي. لذيذ. اسمه ايه؟ تمر. يلا يلا قول. صباح الخير يا زباشي. حاجة مش مظبوطة في ايدك يا جناب المأمور؟ بالعكس، كل حاجة مظبوطة، يمكن زيادة عن اللزوم. احنا هنا في الواحة عندنا مهمتين،
زينا زي اي مركز شرطة مهمتنا حفظ الامن. كمان عندنا جامع درايب. بالنسبة للامن ما عندناش مشكلة، محدش بيشتكي. عندهم مجلس اجواد بيحلوا مشاكلهم فيه. لكن علينا بقى حماية اهل الواحة خصوصا من هجمات البدو. سمعت عنها؟ ويشرفني اقوم بدوريات الليل بتصدهم جنابك. لا ملكش علاقة بالمهمة دي خالص. اقعد يا وصل. انت مهمتك هتكون جامع الضرايب. طبعا جماعنا جزء كبير منها، بس طبيعي في عائلات تخلفت، انت هتباشر ده. الشيخ صابر كبير مجلس الاجواد هو المسؤول نيابه عن اهل الواحه في جامع الضرايب، هتباشر معاه، وهو كمان اللي بياخد وصولات الدفع. اتفضل. تعال يا فندم. حاجة يا زباشي؟ لو حضرتك تأذن لي، أنا كنت بقترح أعمل طابور صباح لتدريب الجنود. عندي شمال. شكرا جدا. وصفي. أعمل حسابك العشاء النهاردة بالليل عندي. شرف كبير يا جنرال مأمور. اتفضل. أنا صحيح من أيرلند، بس خلاص تعلمت طبيخ مصري. اللي يدوق أكل حضرتك يقول عليكي مصرية أصيلة. شكرا مستر واصفي. فيونا ما كانتش ببالك لما قالت عليك جنتلمان حقيقي. وكمان هاوي أثرات. هو يعني أنا ما بعتبرهاش هواية على قد ما بشعر إنها واجب. إحنا عندنا تاريخ عظيم ولازم نكون مطلعين عليه. لدرجة إن أنا قريت معظم الكتب والدوريات اللي على سيوة وأثارها، وعايز أزور كل المعابد اللي هنا. للأسف معبد مقفولة ليها بيوت، مش مسموح للأغراب دخولها. على أي طريقة؟ أكيد والله المناظر الطبيعية هنا أحسن بكتير من المعابد. المعابد دي كانت مهمة عند أصحابها. أصحابها مين؟ مش إحنا؟ أكيد لا. ووالد حضرتك بنى معبد من دول. جد حضرتك بنى معبد من دول. أنا أبويا ما بناش أي معابد. ولا جدي. ولا جد جدي. يبقى إحنا مش أصحابها. من رأيتك لكل الكتب دي؟ تفتكر لو لقينا معبد يوناني هنا موجود فين؟ هو الموضوع مش بالبساطة دي، بس أنا على ما أتذكر كنت قريت عن معبد اسمه بلاد الروم، والاسم ده نفسه بيوحي إن هو ممكن يكون يوناني أو روماني. للأسف المعبد اتهد، مبقاش فاضل شوية حجارة قرب بوهرة خميسة. مش يمكن يكون المعبد موجود تحت البحيرة؟ بحيرة خميسة ولا كورك؟ بحيرة كورك؟ يلا فيونا احكي حكاية كورك. هنا بتدو حكايات بكاني مكان. كان يا مكان في ملك زمان اسمه كوك. كان عنده بنت جميلة وقصر كبير في وسط جنينة خضرة فيها نبع صافي لأحلى مية في البلد. والخوف عليه منع أهل البلد من القرب منه، فبنى عليها سور وباب وقفله بمفتاح، وكل ما يعطش يبعت بنته الجميلة تلال لحد ما يشبع وترجع تقفله تاني. وفي يوم قرر الملك أن يعمل حفلة كبير، هدر ملوك أمراء كتير، وراحت الأميرة تملى مية من النبع. لكن لسوء حظها وقعت فيها، شافها حبيبها وحاول ينقذها، لكن المية فاضت وفاضت لما غرق القصر وكل اللي فيه. ومكان القصر النهارده في
في بحيرة جميلة في آيرلند اسمها على اسم الملك كورك. الغريب في الحكاية إن الملك وضيوفه مغروش، لكنها شو في حفلة مش بتخلص، ولو مريت على البحيرة ممكن تسمع ميوزيكا وتشوفهم بيرقصوا على أنغامها. قولوا فهمتوا ايه من الحكاية؟ حكاية جميلة جدا. أنا عرفها من وانا صغيرين. المالك اتعاقب عشان ما داش للفكر مية. ده وانتي صغيرة. قولي لنا النهاردة رأيك ايه؟ أنا مش عارفة فهمها غير زي ما فهمتها وانا صغيرة. ودي إجابة تانية. وانت محمود؟ أنا متهيألي معناها إنه الحقيقة مش هي اللي بنشوفها قدامنا، ممكن يبقى في حاجات تحت السطح إحنا مش عارفينها، صح؟ مفيش صح وغلط، دي نهايتك أنت. وأنت مستر وصفي، يعني هو أنا بصراحة مش شاطر قوي في حل الألغاز، بس مش شايف يعني إن الملك اتعاقب يعني لما غرق، بالذات إن هو عايش حياة أبدية وكل ليلة في حفلات ورقص مغنى. بس ما تنساش إنه السجن تحت مية. أو يمكن أصلا إن الحياة كلها سجن، فوق المية وتحت المية. سلامتك. الحكاية دي طلعت الجانب المظلم من زوجي. ممكن سلامتك. محمود الدواء فين مكانه؟ فوق. أخذت جرعة قبل العشاء، غلط أخذ تاني. أسفة، بس طمنوا الدكتور في آيرلند مش مودي. ما تقوليش كده، المهم صحتك. انتي مش ممكن تادي غير بحاجة حلوة، يا ريت تعديني فيونا. اسفه. استاذن تفضلي. انا اسفه، انا لازم اطلع. اتفضل يا وصفي. اقعد. سيجارة؟ ما دخنش. ولا شاي ولا قهوة ولا سجاير. تفتكر ليه فيونا حكت لنا الحكاية دي؟ ما اعتقدش في سبب معين، مش أكتر من حكاية للتسلية. وبعدين الحقيقة أنا نسيتها تماماً بعد ما جت لها النوبة. كانت بتجيلها كتير النوبة دي في الرحلة؟ أيوة، وكانت بتصعب علينا قوي ونحتار نعمل لها إيه، بس مع الوقت فهمنا إن هي بتحبش نظرات الشفقة ولا التعاطف. كانت بتخش خيمتها وما بتخرجش غير الابتسامة على وشها بعد ما النوبة تنتهي. أنا متهيألي إنها حكت لنا الحكاية دي عشان تعرف تفكير كل واحد فينا. طريقة مدهشة.